يقابلنا هذا الاول اللي راه مخدوم طري طري بيان جماعه الخير، ليكم البي في سي، ليكم بلاكو بلاط، ليكم حتى هادو لي تريك تاع شباحات وكذا. عرف كيفاش يختار الذوق الجميل. السلام عليكم احبابنا احباب الوكيل ايموبيلي مع عقار جديد. واليوم رانا في ولايه بومرداس، رانا اكزاكت في حي ولاد علي بخميس خشنه في هذه المنطقه الحدوديه بين بومرداس وولايه البليده. جبنا لكم في هذا اللوتيسمو الكبيره واللي راهي حديثه، هذا اللوتيسمو جبنا لكم منزل ارضي بمساحه 200 متر مربع ار بلس 1. جماعه الخير ليكم كيفاش مخدوم وكيفاش الشمس توشيه بارتو. يلا روحوا نكتشفوا المنزل تاعنا. داير في الريتشوسي قبل نصيبوا دو كاراج، كاين كاراج كبير منا وكاين كاراج صغير منا. راح نوريكم نظره على الكاراج الكبير هكذا باش تعرفوا العقار تاعنا كيفاش داير. بون عندك طلعه من هنايا اللي طلعك ديريكتومون ليطاج الاول، عندنا هنايا سانيتير صغير تاع الدخله، وهنا عندنا المدخل اللي ندخلوا به للكراج تاعنا. اكيد راكم تسمعوا في الصوت تاع السوبريسور، معناتها عندنا باش دو بسعه 10000 لتر. ليكم الكراج كيفاش مخدوم، ليكم الصوار، كل حاجه هنا راهي مبنيه بلي نورم. حبيت نقول لكم بلي كاين الغاز والماء والتريسيتي، وكاين ايضا لالارم ولي كاميرا سيرفيونس، وعندنا حتى التليفون. جماعه الخير منزل مميز مميز جدا اللي راهو في هذه المنطقه بعقد عرفي. جماعه الخير راهو مخدوم طري طري بيها ليكم كيفاش مخدوم الكراج تاعنا. وعندنا الكراج الصغير اللي هو مليها هاوليك الباشاو اللي راهو بالسوبريسور. وعندنا هنايا ايضا منفذ المساحة الخارجية اللي عندنا امور الدار. عندنا هذا الكولور صغير اللي نقدروا نديروا به امور بزاف، اشغال منزلية كثيرة. يلا نروحوا نكتشفوا الطابق الاول، واش عندنا في الطابق الاول يا ترى في هذا المنزل تاعنا. الور ليكيب لما نطلعوا من الطابق الارضي للطابق الاول، عندنا هنايا دو ستوديو، عندنا ستوديو منا وستوديو منا. نبداو على اليمنى بالستوديو هذا اللي لما ندخلوا هذو لي ستوديو جماعة الخير راهم فوق الكراجات اللي شفناهم. عندنا مساحة التخزين اللي شفتوها، وعندنا هذا لي ستوديو. عندنا لما ندخلوا كاين هذ الغرفة الصغيرة اللي راهو دايرها صاحب العقار للأجهزة تاع لي كاميرا سيرفيونس والألارم. وعندنا هذ الشقة الصغيرة أيضا اللي راهو حط فيها الأغراض تاعو، وعندها نافذة للكولوار تاعنا. أيضا كيما نشوفوا عندنا إطلالة على الخارج. عندنا هذا الكولوار اللي راح يدينا مباشرة شومبرا واحدة أخرى، هاي ليك، هذه هي الشومبرا الدوزيام أو شومبرا التروازيام اللي عندها إطلالة من خلال هذه النافذة كيما نشوفو. نشوفو لوتيسمون تاعنا، وعندك طواليت والدوش هنا. المهم صاحب العقار بشكل جيد. نروحو نشوفو استوديو الدوزيام اللي راهو مقابلو مباشرة في الدروج تاعنا. هاوليك استوديو الدوزيام اللي يدخلنا ديريكتومون، عندك منا اون شومبر، هاي ليك شومبرا كبيره شويه نسبيا بارابور استوديو الاخر. وعندك هنايا الكويزين بالاسباس تاع صالا مونجي، اطلاله واحده اخرى من خلال هذه النافذه. وهنايا بيان سور تواليت والدوش تاعنا. مازال عندنا ايطاج واحد اخر فوقنا، معناتها اذا حسبنا هذا ليطاج اللي راهو بسيباري بسده هاوي راح يكون كاين ال بلس 2. يلا نروحو نكتشفوا ليطاج اللي مازالنا الفوق. الو ليكيب من لي ستوديو تاعنا نطلعوا نشوفوا الطابق هذا اللي فريمون صاحب العقار وخدمه طري طري بيان وخدمه تحفه. بريميرمون راح نبداو من هذه الدخله اللي راهي دوبلي، عندنا باب الاولى وباب دوزيام. يقابلنا هذا الاول اللي راهو مخدوم طري طري بيان جماعة الخير، ليكم البي في سي، ليكم بلاكو بلاط، ليكم حتى هادو لي تريك تاع شباحات وكذا. عرف كيفاش يختار الذوق الجميل في هذا البيت المميز. عندنا هنايا هذه قلنا بلي اول وميم طون فضاء للاستقبال كيما رانا نشوفو. وعندنا هنايا صالون كبير جماعة الخير ليكم كيفاش راهو مخدوم الصالون تاعنا. انا عجبتني بزاف هذا ديكوراسيون اللي دارها صاحب العقار، خاصة انه لولادو باش يلعبوا هنايا. وعندك هنايا اطلالة على الحي تاعنا كيما رانا نشوفوا.
ما شاء الله خدمه طريطري بيان صاحب الأبقاق. عندك من هذا الصالون الكبير روحوا ديريكتومون للشومبر بارونتال اللي فريمون خدمها تحفه بويسك دار لها ديكوراسيون كبيره كما نشوفوا في البلاكو بلاتر. عندك اطلاله واحده اخرى من الجهه مليح. عندك هذا الكوان تاع دريسينغ وعندك الحاجه المليحه سيكو فيها دوش وتواليت وحدها كما نشوفوا. ما شاء الله خدمه طري طري بيان جماعه الخير. من الشومبر بارونتال روحوا للتحفه تاعنا الاخرى اللي هي لا كويزين. ليكم الفوبيا كيفاش خدم ديكوراسيون ما شاء الله اللي هي لا كويزين ولا صالا مونجي. كاين ايضا فضاء للاستقبال هنايا معناتها الضياف عندهم وين الشوا وين يروحوا. وعندك لا كويزين اللي راهي هنايا مخدومه ايضا تحفه معماريه جميله. عندك الطاب تاعك هنا وين تقعد تعشى وكل حاجه مخدومه طري طري بيان بلاك شوفون كل حاجه في بلاستال ماشينا لافي لافيسال هنايا ما شاء الله. اون بليس عندك هنايا تهويه مناسبه من خلال النافذه وعندك تهويه اخرى من خلال البالكون تاعيا تاعنا كيما نشوفوا لاشور ديال كاينه معناتها كاين شوفاج سنترال. هامليك لانستالاسيون تاع لي شوفاج سنترال كي يجيو عندك هنايا في شاك بيس عندنا شوفاج سنترال. عندنا هنا شومبر دونفون ايضا هاي مخدومه طري طري بيان عندها اسباس تاع دريسينغ هنايا معناتها عرف كيفاش يستغل المساحه ويدير تصميم مميز في هذا العقار. هنا عندك طروازيام صالون كيما رانا نشوفوا عندنا طرواز صالون. عندها صالون تاع الاستقبال تاع الدخله صالون واحد اخر كبير اللي شفناه ليه صالون طروازيام هاوليك وايضا بلا ما نحسبوا الاستقبال تاع لا صالا مونجي. وهنايا عندك تواليت والدوش ايضا هما مخدومين طري طري بيان وحتى واسعين كيما رانا نشوفوا مع الخير. عقار مميز انا ننصحكم تجيو تشوفوا العقار هذا وتتصلوا مع صاحب العقار اللي يستقبلكم ويوريكم عقار طري طري بيان ديكوراسيون ما شاء الله كل حاجه في بلاصتها. قلنا بلي كاين لي كاميرات سيرفيونس لا لارم شوفاج سنترال الانترفون الماء والغاز والتريسيتي كامل كاينين في هذا العقار اللي راهو في ولاد علي القريب من جميع لي كوموديتي. كاين المحلة التجاريه المؤسسه التربويه المسجد كاين معناتها ما تحيرش وين تروح عندك كل حاجه قريبه ليك. رانا في ولايه بومرداس في ولاد علي خميس خشنه ورانا قراب الالجي البليده الكامل لي زاكسي عندنا حتى لوطوروت شرق غرب راهي قدامنا قريب الحمادي ايضا دار البيضاء كل المطار قريب ليك كل حاجه قريبه ليك. لاطيراس لاطيراس جماعه الخير راهي واسعه وشاسعه بمساحه كامل المنزل تاعنا معناتها 200 متر كاري لاطيراس اللي منها تشوف كامل هذا النظره تاع 180 درجه حتى الجامع الاعظم يبان من هنايا في هذه البلاصه المميزه. عندك اون سيترن زياده على الباشدو اللي عندنا عندك هنايا اطلالات مميزه جماعه الخير وحتى فيها سور دوبلي دوبل ميرات كما نشوفوا. هنا من لاطيراس نورمالمون تبان لنا الخدمه الصحيحه تاع المنزل تاعنا اللي راهو كامل بلي فوال كيما رانا نشوفوا وحتى لي بيليام بي 35 عندك فريمو عقار مميز. انا ننصحكم تجيو تزوروه هذا العقار اللي راهو فيه بمساحه 200 متر مربع بعقد عرفي بابي تمبري وراهو في منطقه ولاد علي بخميس خشنه ولايه بومرداس. جماعه الخير ارواحوا تشوفوا العقار تاعنا المميز. رقم صاحب العقار تصيبوه في التعليقات الثمن تاعو راهو 995 مليون قابل للتفاوض جماعه الخير. لافير ما تصيبوها في حتى باج واحد اخرى ابار لاباج تاع الوكيل الموبيلي. ارواحو رقم صاحب العقار تصيبوه في الوصف مع الوكيل الموبيلي دائما كاين لافير تاع لي زافير. سلام.